الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الوهيته وربوبيته واسمائه وصفاته، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله خليل الله ومصطفاه من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، خير ما نتواصى به جميعًا تقوى الله جل وعلا وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبذلك وحده الفلاح والخير والصلاح والنجاح دنياً وأخرى. أيها المسلمون، يتساءل الكثير منا عن أحوالنا، ماذا أصابنا؟ كيف ذهبت تلك البركات في الأرزاق؟ وأين المواسم التي كانت فيها الأرض تنبت من جميع الخيرات؟ يتساءل الكثير منا عن سبب تغير النفوس، ولماذا كثرت الأحقاد، وأين ما كان معهودًا بين الناس من المحبة والصفا والتعاون والوفا. نتساءل جميعًا بلسان الحال وبلسان المقال، ما سبب قلة الأمطار وجفاف الآبار؟ نتعجب مما يصيب الآفاق من الغبار الذي لا ينقطع أمده، والذي لم يكن معروفًا عند أسلافنا. نستغرب ما أصاب المسلمين من جشع بعض التجار وتآمر الفجار. ناهيك عن التساؤل عن تسلط الأعداء ومكرهم بالمسلمين، فالأمر حينئذٍ أعجب وأعجب، فلقد تلوَّن عداؤهم وكثُر ضررهم وأمَّ شرُّهم، حتى أصبح المسلمون لُقمةً سائغةً للأعداء، يوجِّهونهم كيف شاءوا، ويتصرَّفون بأمورهم ودنياهم كيف أرادوا. وإن تتحدَّث عن أشياء غريبة، فتحدَّث عن وقوع أوبئةٍ عجيبةٍ لم تكن معروفةً من قبل، تصيب الإنسان في هذا الزمان وتجتاح الحيوان. تلك بعض المصائب التي أصابت دنيا الناس، فيا ترى ما سبب وقوعها، وما الوقاية منها ومن أضرارها؟ معاشر المسلمين، إننا أمةٌ مُرتبِطةٌ برسالةٍ عظيمة، فالجواب عن ماهية الأسباب وكيفية الخلاص من الشرور والمفاسد والأضرار لا يكون إلا ممن هو أعلم بالبشر وبما يصلحهم ويقوم حياتهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن تلك المصائب بمختلف أشكالها، وإن المحن بمختلف صورها، إنما تقع بالمسلمين بسبب فشو الذنوب والمجاهرة بالمعاصي والفجور. فآية من كتاب الله، وما أكثرها من آيات، تصف لنا الدواء والداء، تصف لنا الداء والدواء، وتكشف لنا المخلص من هذه المصائب. إنها قوله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذه الآية تكشف للبشر
عن ارتباط أحوال الحياة وأوضاعها بأعمالهم، فيقع في الأرض الفساد والضرر، ويملأها برًّا وبحرًا وجوًّا جزاءً بما اكتسبوا من المعاصي الظاهرة والإعلان بها. فحينما يكتوون بنار هذا الفساد ويتألمون لما أصابهم منه في حياتهم، فلعلهم حينئذ يعزمون على مقاومة هذا الفساد، ويرجعون إلى الله جل وعلا وإلى الأعمال الصالحة والمناهج القويمة والتوبة الصادقة. نعم أيها المسلمون، إن الفجور والإعلان به يوقع بالبلاد والعباد الهلاك والبوار. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فالمخاوف بأنواعها والمصائب بشتى أشكالها نتائج الإعلان بالمعاصي والسيئات والفحشاء والمنكرات. يقول ربنا جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الفاجر إذا مات تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فالواجب على المسلمين محاربة المعاصي والمنكرات، والأخذ على أيدي السفهاء الذين يريدون أن يغرقوا سفينة الحياة الطيبة الطاهرة. ألم يقل الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ونبينا صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن وله شواهد. وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود والنسائي والترمذي بأسانيد جيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. فاتقوا الله عباد الله، واعلنوها حرباً على كل فسادٍ وفاحشةٍ ومنكرٍ في بلاد المسلمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إنه فرضٌ علينا جميعًا محاربة كل وسيلة إعلامية تنشر الإلحاد والفساد في أرض المسلمين. والواجب علينا جميعًا التواصي بطاعة الله جل وعلا وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فربنا جل وعلا علق الرحمة بنا بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. أيها المسلمون، إننا ندعو الله جل وعلا
فلا نرى الاستجابة في بعض أحوالنا، وإنما ذلك بسبب فشو الذنوب والمعاصي. مر إبراهيم بن أدهم في سوق البصرة على أقوام فقالوا له: يا أبا إسحاق، إن الله جل وعلا أمرنا بالدعاء ونحن ندعو فلا يستجاب لنا. قال: لأن قلوبكم ماتت بأشياء عرفتم الله جل وعلا فلم تؤدوا حقه، وقرأتم القرآن فلم تأملوا به، وادعيتم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تقتدوا بسنته، وقلتم أنكم مشتاقون للجنة فلم تأملوا لها، وقلتم أنكم تخافون من النار فلم تهربوا منها، وأيقنتم بالموت وأنه حق فلم تستعدوا له، واشتغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم، أكلتم نعم الله جل وعلا فلم تشكروا له، ودفنتم موتاكم فلم تعتبروا، فأنى يستجاب لكم؟ فيا أيها المسلمون، لنتواصى جميعًا بكل سببٍ يُصلِح أحوالنا الفاسدة، ويُقوِّم مناهجنا المعوجَّة، وذلك إنما هو بالارتباط بالله جل وعلا، وجعل منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيطرًا علينا، لا نزيغ عنه يمنةً ولا يُسرًا. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا وسيِّدنا وحبيبنا وقرة عيوننا نبيِّنا محمد، وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي، وعن جميع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أحوالنا بتقواك، اللهم أصلح أحوالنا بتقواك، اللهم أصلح أحوالنا بتقواك، اللهم قوِّم حياتنا بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم قوِّم حياتنا بسنة نبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ المسلمين في سوريا وفي كل مكان، اللهم فرِّج همومهم، اللهم فرِّج همومنا وهمومهم، واكشف غمومنا جميعًا. اللهم يسِّر لهم كل خير، اللهم ارفع عنهم كل ضرر، اللهم ارفع عنهم كل ضرر، اللهم ارفع عنهم كل ضرر يا حي يا قيوم. اللهم أقر عيوننا بتحكيم هذا الدين في كل مكان. اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم قد طغوا وبغوا، اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم من أراد بلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوءٍ فعليك به، اللهم من أراد ديننا أو أخلاقنا أو بلادنا أو نفوسنا بضر، اللهم فانتقم منه، اللهم فانتقم منه، اللهم فانتقم منه. اللهم عليك بكل معتدٍ ينشر الإلحاد والفساد، اللهم عليك بكل معتدٍ ينشر الإلحاد والفساد. اللهم ولِّ على المسلمين خيارهم، اللهم ولِّ على المسلمين خيارهم، اللهم حكِّم فيهم شرعك، اللهم أقِم فيهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللهم اجعله ظاهرًا منصورًا، اللهم اجعل هذه الشعيرة ظاهرةً منصورةً يا حي يا قيوم. اللهم من أرادها بسوءٍ فأشغله في نفسه، واكف المسلمين شره يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين لما تحبه وترضاه، اللهم اجعله شوكة في حلوق اعداء الاسلام والمسلمين، اللهم انصر به دينك، اللهم اعلي به كلمتك، اللهم انصر به وبولي عهده هذا الدين، وانصر بهم شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لكل مسلم ومسلمة، اللهم يسر لهم امورهم، اللهم وكفهم شرهم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم وكفهم كل شر يا حي يا قيوم، وارزقهم حياة طيبة سعيدة في الدارين. اللهم انزل علينا المطر، اللهم انزل علينا المطر، اللهم انزل علينا المطر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا غني يا حميد. جفت أراضينا وضعفت أبداننا وماتت بعض بهائمنا، فارحمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا برحمة تغنينا بها أم من سواك، اللهم ارحمنا بها رحمة تغنينا بها أم من سواك. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا يا حي يا قيوم. نسألك أن ترحمنا بضعفائنا، نسألك أن ترحمنا ببهائمنا، نسألك أن لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا حي يا قيوم يا غني يا حميد يا كريم. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.